السلام عليكم، تحية المتتبعين الكرام، تحية لكل مغاربة أينما كنتم وارتحلتم داخل وخارج أرض الوطن. كنتمنى كلشي يكون بخير. على سلامتنا، على سلامتنا. اليوم وقع تشكيل الحكومي، تجمعوا الأحزاب اللي غادي يسيروا المغاربة، تفاهموا، وبطبيعة الحال تشكلت أو لا تجمعت المعارضة في الجانب الآخر اللي كانوا واحد الوقيته تاهما في الحكومه، وجاوا دابا المعارضه وخلاو هذوك اللي كانوا في المعارضه جاوا للحكومه وهي غاده. فالحزب الاستقلال وحزب الاصاله والمعاصره وحزب الاحرار هما اللي غادي يسيروا شؤون المواطنين، هما اللي غيسيروا البلاد هاد المده ديال 5 سنين. اذا فهذا تقليد على رقبتكم، هذه مهمة اللي كنتمناو انكم تاخذوا العبرة من الاحزاب اللي فاتوا ومن الحكومات اللي سبقونا، وسيرتو من حزب العدالة والتنمية اللي دار واحد الشعبية كبيرة في واحد وقيتها وشد جوج ديال الولايات. شنو جوج الولايات؟ ما عمر شي حكومة مغربية دارتها. ومع ذلك نهار المغاربة لقاو بانهم ما استافدوا والو، لقاو بان دوك الوعود اللي تقالت ما دارت منها والو، لقاو المشاكل، لقاو الضغط النفسي، لقاو الضغط المادي، لقاو الخدمه ما بقاتش، البطاله، الصحه، التعليم، وزعوه وتفقدت الثقه. نتمنوا انكم تكونوا قد المسؤوليه وما تخيبوش الثقه اللي دار فيكم المواطن. بطبيعه الحال المغاربه عندهم واحد الفوبيا كبيره من الاحزاب المغربيه بدون استثناء، ولكن هذه المره ومع الضغط النفسي والظروف اللي كنعيشوها وثلاث سنين ديال الضغط، عاد 7 سنين قبل وعاد بزاف ديال المشاكل اللي كيعاني منها المواطن. المواطن غرق في الكريديات، غرق في الضغط النفسي، غرق بزاف ديال الامور اللي خلات النفسي ديالو في الحضيض. فما غاديش نمشيو نشدوا الصف عند العثماني باش نتعالجوا، لا، غادي نتسناوكم نتوما ديروا لنا حلول للحكومه الجديده. نتسناوكم نتوما ان شاء الله الرحمن الرحيم توفيوا بداك الشيء اللي وعدتوا به، والا فغادي يطرى لكم داك الشيء اللي طرى للحكومات اللي قبل السابقه. فما بغيناش ندوز 5 سنين وندموا ونقولوا عاوتاني ونفقدوا الثقه في انتخابات ومدعوا على العزوف على الانتخابات، العزوف على التصويت. ما بغيناش نوصلوا لهذ الامور. هي اللي غادي نقدر نقول لكم بانه خلال هاد 5 سنين ضروري غادي يكون ستيلو احمر. غتغلط ما نعقلش عليك، غدير شي حاجه ماشي هذيك. من حقي كمواطن لانني صوتت عليك نهضر على حقي، نقول ان هاد المساله ما عجبتنيش وهاد الحاجه اللي درتيها ما نتفقش عليها، وفينا هو داكشي اللي وعدتينا به، من حقي. اما داكشي ديال الديكتاتوريات وما تهضرش هذاك وكذا، ونسدوا الافواه ديال الصحافه ونسدوا الافواه ديال الفنان ونسدوا كذا، ما كاينش. كاين في حاله وحده، هو انه شفنا بان البلاد عندنا ولات يوتيوبيا، ولات جنه من جنات الارض، كلشي ولا زوين، الخدمه زوينه، وشي بطبيعه الحال ما يمكنش يكون دقه واحده، ولكن بغينا نبداو بعدا على الاقل بالنفسيه ديال المغاربه. تلقوا لينا الحمامات، تلقوا لينا اللي صال، تلقوا خفوا على المواطن. ياك 20 مليون واحد دار تلقيح، 20 مليون واحد دار تلقيح، بزاف الدول ما وصلوش حتى مليون، وخفوا على عباد الله صاحبي، خفوا على عباد الله. ها انتم شكلتوا الحكومه اليوم، مازال عندكم شي ديال الوقيت، نشوفوا الوزاره ونشوفوا التشكيل ديالهم وكذا، بداو لاطاك القرارات الايجابيه. النفسيه ديال المغاربه هي الاولى تبداو بها، عاد ندوزو الماديات وندوزو حوايج اخرين وندوزو الهادي وندوزو الهادي. والتعليم ما تنساوش راكم موقفين الدراري ما كيقراوش، نشوفوا الصحه الحاله ديالها كي دايره، نشوفوا الشغل، البطاله اللي كونكور ما بقاوش، المغاربه ما بقاوش كيدفعوا، ما بقاوش كيخدموا، كيقراو عندنا فائض ديال القرايه. السي رئيس الحكومه الجديد خاص حلول. عرفتي شنو عندكم رئيس الحكومه الجديد؟ ها السي عزيز الحكومة الجديدة، عرفتي شنو عندكم؟ عندكم ملفات. نتمنى أن الميساج ديالنا يوصل. أنني كنهضر بسميتي وكنقول ربما هادشي اللي كنقول ربما كيمثل بعض الفئات ديال الناس اللي كنعيش معاهم، بحكم أنني كنعرف بزاف ديال الناس عن قرب. فكنتمنى الرسالة توصل، ما تنساوش تبارطاجيو. كان معكم رضوان السرموح، وغنبقاو دائما المراقب الأول والأساسي الحكومات المغربية. من حقي كمواطن صوت على شي حزب، من حقي نراقبه، ومن حقي ندير ليه ستيلو احمر، واللي طاح في المقلة كيتقلى. السلام عليكم.